اللعيبه بتلعب بارتياحيه. لعيبه الاهلي امبارح يعني ما شاء الله ما شاء الله بيلعبوا بارتياحيه غريبه. عشان هو هادي يا كابتن فتحي؟ عشان هو هادي ولا علشان التعامل النفسي اللي اجاده مع اللعيبه فده اثر بشكل ايجابي في اللعب بتاع امبارح بالارض؟ ما هو بصي التعامل حديداً. النفسي ده مهم جدا لاي مدير فني حتى قبل المباراه في التعامل النفسي مع اللعيبه ومع التشكيل ومع النهارده مثلا هيجي يلعب الكابتن يعني تعالى يا كابتن ده انت بكره تشترك في المباراه. فتعامل نفسي بيفرق جدا مع اللعيبه يعني بيفرق جدا مع اللعيبه وهو برده من خلال الوحده التدريبيه بيبان رؤيه التشكيل بيبان رؤيه التشكيل في كلها امور حتى تحسي ان في ارتياحيه للاعيبه الاحتياطي اللي قاعده على الدكه في ارتياحيه يعني في ارتياحيه النهارده بينزل اي لعيب بيبذل اقصى جهد عشان يثبت ذاته وكيانه داخل منظومه النادي الاهلي فدي بتؤدي الى دائما المدير الفني بيبقى فيه نجاح ان هو بيحاول بقدر الامكان كل اللعيبه تبقى فيه ثقه في المدير الفني.